كما يقول أستاذنا الناقد والروائي عبد الرحيم الجيران، فالحامل مكان، فالحامل لا يتميز بما يفعله وإنما بما يحمله من تعبير لغوي. وبالتالي المكان الذي تدور فيه الرواية لها لسانها المخصوص اللي هو اللغة الحسية. يقول عبد الرحيم الجيران: وإنما بما يحمله من تعبير لغوي عن العالم، بل يتميز إلى بل لا يتميز إلا بما يميزه من رمزية الفعل. وفي ضوء ما سلف سنجد أنفسنا أمام مكانين فاعلين عاملين قويين. العامل بمفهومه النحوي قوة، لا يجوز ورفع المبتدا بالمبتدا، كذلك رفع الخبر بالمبتدا، فالمبتدا مرفوع بالقوة. بحال عندك السيارة بريمير كتعمل البريمير اللي قوية بزاف، فالمبتدا قوي لأنه استطاع أن يرفع الخبر وأن يأتي بمستطلعاته. إذا المكان المؤطر، عندنا مكانان اثنان، مكان مؤطر ويتمثل في الصحراء المغربية بمجالها الأنثروبولوجي والتاريخي، والأمكنة المؤطرة وتتفرع إلى أمكنة متعددة، فكما هو الحال بالنسبة للعاصمة العلمية، يعني بلاغة المكان بمعنى أنها بلاغته تؤثر في الأبطال كما هم يؤثرون فيها في بعض الأحيان، الأبطال يؤثرون في المكان كذلك، سنصل إلى ذلك فيما سيأتي. قلت فسيدي أحمد يتابع دراسته في العاصمة العلمية، استطاع هذا المكان اللي هو العاصمة العلمية أن يؤثر في هذه الشخصية. يقول لنا شيء عند الشارع.